أكدت الفصائل الفلسطينية في سوريا أنها تناقش العمل المقاوم جديا من الجولان المحتل بعد قرار دمشق فتح الجبهة هناك، فيما أعلنت الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير فتح باب التطوع لتشكيل كتائب مقاومة شعبية في تلك المنطقة. الجولان إلى الواجهة مجددا بقرار سوري. القصف الإسرائيلي على مركز البحوث في جمرايا قابلته دمشق بحزمة إجراءات كان اللافت فيها الإعلان عن فتح جبهة الجولان السوري أمام المقاومة الشعبية، قرار تبلغته الفصائل الفلسطينية، لكن التنفيذ على الأرض لا يزال يحتاج إلى ترتيبات قد لا تطول كثيرا. هذا الموضوع جدي، وبدأت الفصائل الفلسطينية بالتداول فيما بينها لوضع الآليات المناسبة بالاتفاق مع الجهات المعنية في البلد من أجل أن تأخذ الفصائل الفلسطينية دورها في مقاومة الاحتلال. تحضيرات أخرى تعمل عليها أحزاب سورية أبرزها الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. الجبهة فتحت باب التطوع لتشكيل كتائب مقاومة، فيما تغري تجربة حزب الله في لبنان الكثيرين لنقلها إلى الجولان، تجربة قابلة للتطبيق مع خصائص للمنطقة يركز عليها العسكريون. أهم في تجربة حزب الله أنها لم تعد المقاومة تعمل بإمكانيات محدودة من خلال نوعية السلاح أو تكتيك العمل الميداني للعناصر. أصبحت هناك إمكانيات، وخاصة عندما تكون هناك حاضنة دولية واسعة ومؤمنة بعمل المقاومة، وبالتالي تدريب عناصر المقاومة، مجموعات المقاومة على العمل الميداني. الخطوة السورية لا تزال غامضة حتى اليوم رغم كل التحضيرات الميدانية، ورقة ضغط سياسية مهمة يراها الخبراء في أيدي السوريين في إطار التفاوض الأمريكي الروسي لحل الأزمة. هل ستكون هذه الورقة بمعنى المقاومة المسلحة في الجولان هي ما بعد انتهاء الأزمة في سوريا، أم هي ورقة فقط للتفاوض عليها ما بين الروسي والأمريكي؟ باعتقادي سيكون الأمران معا. تجربة العمل المقاوم في الجولان قد تغير قواعد اللعبة في المنطقة برمتها إن بدأت، وهو ما يبدو أن السلطات السورية تعرفه جيدا. يراقب السوريون جدية التحرك باتجاه إحياء جبهة الجولان، فتنفيذ القرار سيكون له تبعات مهمة ليس على سوريا فقط، وإنما على شكل الصراع العربي الإسرائيلي برمته. محمد الخضر، دمشق، الميادين.